بس لا حد يحكي. شوفوا شوفوا اي والله والله العظيمهم والله عجيب. الله عافيه ابو ياسر. ايه انت هسه على وياي انت تعال انت تعال يشرح علي ابو ياسر. لا لا وقعوا لا يا كلاب يا دولة معروفين معروفين دولة انا ابو جابر بس معروفين دولة وهذا الرجال كان واقف يمه الاصلع العدس حصلناه وشفناه بالكاميرا يعني خوش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس آب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم الموضوع مشاهدينا الكرام سيكون عن استعراض ميليشيا الحشد يوم أمس، وما الذي جرى خلال هذا الاستعراض، وكيف أن هذه الميليشيات تستعرض وهي نفس الميليشيات التي كانت تهدد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء بقطع أذنيه وغيرها، وهي نفس الميليشيات التي اقتحمت المنطقة الخضراء، ومع هذا حضر الكاظمي إلى هذا الاستعراض وكان يترأس هذا الوفد من الميليشيات ومن وزير الدفاع والداخلية اللذين حضرا أيضا، واللذين صرحا سابقا أو على الأقل وزير الدفاع الذي صرح سابقا بحديثه أن هذه مجموعة من العناصر لا يملكون قوة عسكرية لا يمكن أن يقفوا أمام الدولة، لكن كان الاستعراض مخالفا لهذا الحديث. كان هناك استعراض للأسلحة للدبابات حتى للطائرات المسيرة. بهذه النقطة بموضوع الطائرات المسيرة، الحشد هيئة الحشد الشعبي تحدثت وقالت بأنه التقارير أو المواقع التواصل الاجتماعي أو المحطات الفضائية أو الجهات الإعلامية التي تحدثت عن امتلاك الحشد الشعبي لطائرات مسيرة هذا الموضوع أخبار مضللة ومزيفة ولا يمت للواقع بصلة. دعونا نشاهد هذا المقطع مشاهدينا الكرام لاستعراض الطائرات المسيرة من قبل الميليشيات في هذا الاستعراض، وهو كان مقطع قبل أن تقوم ميليشيا الحشد بنشر المقاطع الكاملة للمنصات الإعلامية. طبعا كان هناك قطع أو اجتزاء لهذا المقطع كان محذوفا، لكن تم رصده من قبل جهات إعلامية كثيرة استبقت عملية حذفه من قبل الحشد، وبالتالي يثبت أن هناك استعراض بالطائرات المسيرة. لنشاهد. بورك السواعد بورك السواعد. طبعا كان هذا استعراضا لطائرات مسيرة لا يملكها العراق، هي طائرات إيرانية ومدعمة لهذه الميليشيات أرسلت من إيران لتدعيم صفوف هذه الميليشيات، طائرات مسيرة لا يملكها العراق. ضمن هذه الأحداث أيضا وضمن هذه اللقطات التي جرت كان هناك مقطع لهتافات من ميليشيا الحشد، نعم نعم خامنئي ونعم نعم سليماني وما إلى ذلك. خلينا نشوف المقطع ونرجع. يعني شفتوا المقطع مشاهدينا الكرام، نسأل هل هذه القوات عراقية مثل ما تقول؟ طيب أنا بحثت في الإنترنت وفي المواقع التي تم نشر بها هذا المقطع، وبحثت بمقطع أو مقاطع أخرى وجدتها أطول بقليل من هذا المقطع، وكانت نفس الهتافات. لم يذكر العراق مرة واحدة على الأقل
ضمن هذه الهتافات. هل هذه القوات تحسب على العراق؟ هل هذه القوات مثل ما تقول عراقية فعلا؟ أين العراق من هذه الهتافات؟ ثم ماذا خامنئي خامنئي وسليماني؟ ألا يعتبرون إيرانيين؟ ألا تعتبر أو تعتبر هذه الميليشيات نفسها قوات عراقية نظامية؟ ما دخلها وما شأنها وشأن خامنئي وسليماني لتهتف لهما؟ طيب خلونا نستقبل اتصالات ونكمل الحديث أيضا بخصوص حلقتنا لهذا اليوم عن استعراض الميليشيات، وهل هذه أصلا قوات عراقية؟ هل عملية اقتحامها للمنطقة الخضراء وتهديدها لمصطفى الكاظمي موضوع طبيعي أن يمر مرور الكرام ويأتي رئيس الوزراء يحضر هذا الاستعراض بشكل طبيعي ويأخذ الصور مع قيادات الحشد ومع أفراده؟ هل هذا الموضوع طبيعي؟ ماذا إذن عن التهديدات بقطع أذنيه واقتحام المنطقة الخضراء وقصف المنطقة الخضراء بأوقات مستمرة ومختلفة كذلك؟ أين كل هذه الانتهاكات والمخالفات التي تقوم بها هذه الميليشيات؟ وأين محاسبة الدولة لكل ما فعلته هذه الميليشيات خارج إطار القانون؟ معنا أبو صالح من الموصل، تفضل حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله أنا عندي خير الشرف ما كان قاعد اليوم بالاستعراض هذا. عندي خير الشرف وشوف طيارة إيرانية نعم. ويقول كله خميس إنه مخرب طبعت وطبعت أبوه ألفنا على إحنا ما نشوف غير قهر. بس تمالك أعصابك يا سيد أبو صالح بدون تجاوزات، خلينا بالموضوع. يعني ما في إحنا دولة حقيقية شو نجيب أبوانا علينا؟ إحنا ما متجاوزين على تجاوز علينا. يا نعم. أخويا يعني تجاوز علينا هذا العامل أخذ كركوك وديانا يقول هذه من ضمن حدودي حزبه ورفعت العمارة والبصرة. يقول أطرافك شيء هم خلنا شو الطائرة كلها مسيرة جور عنده قيرة مثل ما يقول يقبل هاي كله لتا عفوة مهندس دخلت بالمهندس غسل ابنها قاسم سليماني دخلت بخميني احنا عراق نعم. احنا عراق شيء يفرض علينا كفر يقعد بالتعرض هذا نعم. ما يصير ابن عمي ما يصير ما يصير نعم. هي يقعد بالتعرض وصوت الليال نعم. صوت الليال تقبلونها تجاوز وحدود وحدود القانون. شلون رئيس الوزراء شلون رئيس الوزراء يحضر في هذا الاستعراض وهاي الميليشيات هددته بقطع أذنيه قبل واقتحمت المنطقة الخضراء قبل وقصفت المنطقة الخضراء قبل، شلون يحضر هذا الاجتماع بشكل طبيعي؟ ما أنا قلت لك أول ما بديت نعم أول ما بديت أنا قلت لك عنده لون عنده قيلة ما كان قاعد حتى حتى داسوا عليه على صورته بلا ما عرف عليه نعم نعم وداسوا على صورته صحيح تجيني خابر مليون دينار تباها والله العظيم والله العظيم واختم لك شي يصير انا عم تصير بالعراق اقسم بالله نعم يعني استلوا الكركوك اولا اقسم بالله الميليشيات حزب هذا العامري ما اضل دعسي ابن عمي ضل دعسي واخذ دعسي احنا شنو طيب. خميني وشنو أنا ما متجاوز متجاوز على تجاوز على هذول متجاوزين على عرب العراق ومتجاوزين على عرب وشرفنا نعم شنو جابوا هذول الميليشيات شنو ما تعرف يا شباب كل شفت هذه أخير موديل طيارات النبو الطير يعني شوفونهم نعم سيد أبو صالح من الموصل أنا أشكر حضرتك للمشاركة وصلت الفكرة. عندما نفى الحشد أو هيئة الحشد بأنهم يمتلكون طائرات مسيرة عرضنا لحضراتكم المقطع، لكن أيضا كان هناك تنفيذ لهجمات بهذه الطائرات في قرب محافظة أربيل شمال العراق. خلونا نشوف ما الذي خلفته طائرات مسيرة ملغومة، ثلاث طائرات قامت بقصف منطقة قرب أربيل لنشاهد. طبعا رئيس الحكومة في كردستان مسرور البرزاني قال إن إدانة الهجمات على أربيل ليست كافية، يجب
الرد على تلك الهجمات التخريبية. أضاف في تغريدة أن استمرار الهجمات الإرهابية من قبل من وصفها بالجماعة الخارجة عن القانون تضع السيادة وقدرة الحكومة في بغداد تحت طائلة التساؤلات، وتسبب أو تتسبب بعدم الاستقرار في البلاد. هذه الهجمات كانت قرب نقطة للقنصلية الأمريكية في أربيل. عرضنا لحضراتكم المقطع الذي يؤكد امتلاك هذه الميليشيات لطائرات مسيرة وعدم امتلاك العراق لأي طائرة مسيرة الآن لغاية هذه اللحظة التي نتحدث فيها. وفقط الجهة الوحيدة اليوم في العراق التي تملك طائرات مسيرة هي ميليشيات الحشد، وهذه طائرات إيرانية، إيرانية الصنع. طيب، لماذا تمتلك هذه القوات التابعة للعراق، التابعة للدولة العراقية، للقيادة العامة للقوات المسلحة والتي تعتبر جزء من هذه القوات الرسمية، كيف تمتلك سلاح لا يمتلكه العراق الرسمي، العراق بوزارتي الدفاع والداخلية؟ ثم ماذا عن هذه الهتافات؟ هل هذه القوات أصلا تعبر أنها أو تعبر عن نفسها أو تصف نفسها بأنها قوات عراقية؟ كيف يمكن أن يتأكد الإنسان من أن هذه القوات عراقية وهي لم أو لا تمت للعراق بصلة لا بالأفعال ولا حتى بالهتافات؟ عندنا أبو مصطفى من الموصل. السيد أبو مصطفى من الموصل، تفضل. أبو مصطفى من الموصل ما موجود؟ طيب، أبو شيماء من بغداد، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك؟ حياك الله، الله يسلمك. الله يعطيك الصحة والعافية أستاذ محمد. أنا شوف يا أسمع كل ما أتصل أنت، شلونك أستاذ محمد؟ الله يسلمك، حياك الله أبو شيماء. أستاذ محمد، أنا شوف أنا رغم اختلافاتي بالرأي وياك يعني أكو نقاط، بس نعم. هو الحشد أستاذ محمد هو حشد عراقي يعني، هو ذولا عراقيين كلهم من الجنوب ومن الوسط، فالاستعراض هو استعراض عراقي يعني، مو نهول بالشغلة ونقول مو عراقي ونقول. أنا سألت سؤال، أنا سألت سؤال، هاي الهتافات اللي عرضتها قبل شوية وأكيد حضرتك شفتها وسمعتها، ما قالوا بيها مرة واحدة وروح ابحث بالنت إذا عندك وروح ابحث بالمواقع، ما قالوا بيها نعم نعم للعراق مرة واحدة. ليش هم إذا قوات عراقية يقولون نعم نعم خامنئي ونعم نعم سليماني؟ شلو علاقة خامنئي وسليماني بقوات عراقية مثل ما تتفضل؟ استاذ محمد تدري شو ذولا، احنا عندنا تعرف الامامية، احنا الناصرية، احنا تقليد نقلد المرجع، اكو ناس يقلدون السيد حق الخامنئي يعني. هذه قوات، هذه قوات عقائدية اذا، هذه قوات عقائدية مو قوات نظامية. هي هو الحشد استاذ محمد هو عقائدي يعني، انت تعرف هاي. مو هذا ادانة يعني السيد ابو شيماء، حضرتك لما تقول هذا الكلام اذا انت تأكد انه هذه القوات طائفية تابعة لأولاها لإيران لانها تقلد خامنئي، وقوات عقائدية ما لها علاقة أصلاً بالعراق كبلد، ولا هي قوات تبعد الدين والطائفة والانتماء العقائدي إلى جنب وتنظر إلى العراق بغض النظر عن الطوائف. هذا كلام يؤكد الاتهامات للحشد. يا حبيبي لو استاذ محمد اذا شلون ذولا يقول لك احنا ايران دعمها للعراق وبقيتها يساعدونا وسلاح كلها ترى ايراني، والدور الشهيد سليمان يعني بالنسبه من داعي له دور فحاك، فمن هاي الناحيه انطلقت، ترى مو عليهم قصد انه يعني طائفيين وشغلات، هي بس هاي الناحيه اللي هم. سيد ابو شيماء، الحشد اليوم متهم من العراقيين ومتهم من حتى خارج العراق بانها قوات طائفية، قوات تتجاوز على القانون، قوات انتهكت حقوق الإنسان في المحافظات المنكوبة وغيرها. شنو ردك على هاي الاتهامات؟ استاذ محمد، هاي بالنسبة للدولة لا تصدق، انا مواطن، صدق والله مواطن عادي، والله رجال كاتب والله وحق ودافك بالله يعني، ما عنده اي اشكالات. طيب. انا اشوفه لا بالعكس هذا الشيء يعني، بس تعرف اكو اعلام يهول بالعكس الدور. طيب، عفنا من الاعلام اللي يهول، اتركنا من الاعلام اللي يهول. شنو ردك؟ شنو دورك بالحشد؟ طيب، شنو ردك على القوات؟ بس اسمح لي، الحشد لما اقتحم المنطقة الخضراء، والحشد اللي قال او هدد مصطفى الكاظمي، بس اسمح لي خلي اكمل الفكره، وهدد مصطفى الكاظمي بقطع اذنيه، وداسوا على صور مصطفى الكاظمي بالشوارع، وهاي لقطات منتشره يعني، ما محتاج بصراحه واحد يجي يقول هذا مو حقيقي لانه الناس تضحك عليه. هذا صار، والحشد دخلوا الى المنطقه الخضراء مركز الحكومه. شنو ردك على هذا الكلام اذا هي فعلا قوات عراقيه نظاميه ما تعتبر بهذه الطريقه تجاوزت على القانون، انفصلت
عن القيادة العامة لمجلس الوزراء، وأصبحت قوات مثل ما هي الآن قوات تفعل ما تريد بقياداتها بعيد عن الدولة؟ مو كلهم مرتبطين، اكو تصرفات شخصيه والحاله كلها دانتها، يعني مو كلها اقول لك كلهم دول انبياء ومحصومين، اكو ناس اخطاء، ما اقول لك انا يا طالب اتفق اكو اخطاء وفي ناس كم واحد هاي التصرفات الفرديه؟ كم واحد يعني؟ هم 100 200 على جدهم العدد، ما هم وين هم حد حاسبهم؟ وين هم حد حاسبهم؟ هل 100 ال 200 استاذ محمد حاشم طيب من الاجهزه الامنية رجال اعتذر، يعني انا اللي اشوفه لا اقدر ولا اقل، وانا اشكرك استاذ محمد. شكرا الله. انا اهم اشكرك يا ابو شيماء من بغداد. حتى هذه التصرفات ان افترضنا انه كلام ابو شيماء صحيح وانه هذه تصرفات فرديه وهم 100 200 كم واحد اللي مخالفين، وين هم من الحساب والعقاب؟ لماذا لم تقم حتى الان الحكومه بمحاسبه اي احد؟ قاسم مصلح متهم بقتل الناشطين في التظاهرات، حتى هذه اللحظه لا يوجد أي شيء، بل تم تبرئته لعدم وجود أدلة وكفاية الأدلة. الحكومة ألقت القبض على مجموعة من عناصر حزب الله الذين كانوا يقفون قرب منصات إطلاق صواريخ موجهة صوب المنطقة الخضراء وخرجوا لعدم كفاية الأدلة. في البصرة تم اقتحام مقر أو مكتب لإحدى الميليشيات، وأيضا تم الإخفراج عنهم وإخلاء سبيلهم، بل حتى قائد عمليات البصرة السابق رشيد فليح قال بأنه هذه الأحزاب قتلت المتظاهرين دفاعا عن نفسها، بل وصف حتى المتظاهرين بالفوضويين والغوغائيين. إذا كانت هناك تصرفات فردية، أين محاسبة هؤلاء؟ لماذا لم يشهد المواطن العراقي ولو مرة واحدة على محاسبة مجموعة من عناصر الحشد أو مجموعة من هذه الأفراد أو هذه الميليشيات قاموا بارتكاب انتهاكات ضد عراقيين؟ من اليوم أصلا لديه القدرة على محاسبة من اقتحموا المنطقة الخضراء؟ من يطلقون الصواريخ صوب المنطقة الخضراء؟ من قاموا بارتكاب انتهاكات في المحافظات المنكوبة؟ من قتلوا المتظاهرين في وسط وجنوب العراق من المتظاهرين؟ من لديه القدرة اليوم؟ عنود من القيارة. عنود من القيارة. فقدنا الاتصال. سيد أبو ياسين من ديالة، تفضل حياك الله. حياك الله يا ابو ياسين. اخ محمد ابو شيماء يقول احنا عقائدي وخامني، ليش ما تصير عندكم عقيده للفن مالكم هاي ربيتوا بيها وتعايشتوا بيها؟ نعم. وانتم نفسكم تقولون امام من زماننا هو تستانيكم. زين انا اقول له هذا الحشد اللي استعرض بالخالص هم كان نفوس عددهم اكثر من 130 الف نسمه، هاي صار 24 الف، وين الباقيين؟ وين راحوا؟ هذا الحج الولائي، هاي احزاب هذا حج المالك والقزعلي والعاملي، هذا مو ولائي للوطن. من يقول نعم وهذا العمامه السوداء واجل لكم اصبحت العوائل السوداء بدت بالكالات، هو اللي ينزل لهم الشعار هذا معمم، قال وين حبك للعراق؟ وين حبك لدينه؟ وين العراق اسكابكم كله؟ شنو ايران؟ شنو رايك لما اليوم يا ابو ياسين، شنو رايك لما اليوم يقولوا لك البعض انه هذا الحشد حشد عراقي وطني هم الدفاع عن العراقيين وأبناء العراق، ويطلع يهتف يقول نعم نعم خامنئي؟ إيران اليوم اللي كل مواطن عراقي يشتمها، غاضب من الوجود الإيراني، ناقم على إيران وما تفعله بالعراق والعراقيين، ويرفض الوجود الإيراني داخل العراق، ويطلع واحد من ذولا يحملون سلاح ويقولون نعم نعم خامنئي وسليماني. شنو رأيك أنت أو ردك كمواطن عراقي تنظر إلى هذه النماذج اليوم اللي موجودة وتقول إحنا عراقيين؟ هذا محمد، هذا ما تستوعب تجي مشعل موصول وراء، وبعدين الكلام بالاعتراف يقول ابناء العراق، زين ابناء العراق شو يقصون لذلك؟ شو يجازع القائد العام القوات المسلحه؟ ومن يذبح الشعب العراقي؟ من ذبح هذا الحج الولائي؟ انا اقول يستحيل اكو رجل عراقي يذبح اخوه العراقي، هذا كلهم من اصول ايرانيه، ابو شيماء هو امثاله، هم ذول يطبلون الحجز، هذا مو حجز، هذول اغنام مال المرجعيه. هذول مع الاسف بعد نسميهم رجالات دوله، وهذا الاستعراض اللي شافوه وزير الدفاع اللي يخجل من نفسه، لكن لما يقول هم كوم بالسياره وما ما يصير شيء، قبل يقول صار صرخه ما يفرز، هو حاضر الاستعراض، مو انت مؤسسه عسكريه وانا الحشد حال المؤسسه مالتك ووزير الداخليه كذلك والقائد العام للقوات المسلحه، هذول اللي يصرخوا ما ينمذ خامني، وانا يزيدنا فخر وشرف وعز وكرامه
جرى الخميني كان للسوء والهزيمة. هذا المقبور المدعو للصاقة الخميني الدجال اللي ما غزل فيه طبعا الفرات الأصل بالجوم قال ما غزل فيك دين العرب ما غزل فيك بيض العرب ما غزل طبعا نعم يعني أصول مو عربي أصول فارسية. فهذولا أجلس على أبو شيبان أنت علاقة له إيراني والله ذول مفلا من أصول عربية ما أدري أبو شيبان مناسب الإيرانيين بس أجلس سؤال أجلس سؤال من أمريكا قتل سليماني شو راح قتل بالنجف راح قتل بالنجف وراح قتل قتل بإيران شو قتل قتل سليماني هذا المقبول المدعو للصقعة اللي جزء العراق ودم العراق ولا أبو مهدي الملك أبو مهدي الملك مستعلى صفته هذول ولاعين إيرانيين أبو مهدي ما تعرف يندفن بالنجف بعد تسوى عمرهم إيران ما استقبلت رجعته قالوا هذا مو راح يندفن بالعراق هم هذول الحجل هذا الحجل الحقير هذول ما تسميهم حمير المرجعية حمير إيران هذول شنو من بشر هذا مو بشر أبو الشيء ماله هذول هذا عجل تكميلي هذا شنو فرقه من داعش لا هذول أقوم أشد من داعش هذول أشد جرما من داعش هذول ما يمثل العراق هذول مو العراق اللي هو جدا أرض العراقيين عادة العراقيين الشيعة العامل صلاة تقبل لهم هذا الكلام مالهم هذول الشيعة معقولة والله مو شيعة معقولة أبدا. أنا أشكرك يا أبو ياسين من ديالة. نؤكد أن هناك تقارير دولية كثيرة تحدثت عن انتهاكات ميليشيات الحشد في المحافظات المنكوبة إبان العمليات العسكرية ولا تزال ترتكب انتهاكات في المحافظات العراقية المنكوبة منها تغييب ومنها تهجير ومنها تهديم لهذه البيوت والمساكن ودور العبادة والمستشفيات والبنى التحتية كافة في المحافظات العراقية كانت شريكا أساسا أو أساسيا في تدمير هذه المحافظات. ذكرت Human Rights Watch في تقرير لها منظمة Human Rights Watch بأن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحشد ترقى لتكون بمستوى جرائم وانتهاكات داعش. وتحدثت الأمم المتحدة في تقارير كثيرة من ضمنها إعدامات ميدانية نفذت عن طريق هذه الميليشيات، عمليات اغتصاب لفتيان نفذتها هذه الميليشيات، وهذا كان تقرير من الأمين العام للأمم المتحدة وقتها. ومنظمة العفو الدولية تحدثت كذلك عن انتهاكات قامت بها هذه الميليشيات في المحافظات المنكوبة. كل هذه الأمور لم تجعل أو تدفع الحكومة لفتح تحقيق واحد جاد في محاسبة المتورطين بانتهاك وسفك دماء العراقيين من هذه الميليشيات في المحافظات العراقية المنكوبة أو في وسط وجنوب العراق من قمع حصل للمتظاهرين في ثورة تشرين. كل هذه الأمور ولم يكن هناك موقف حكومي جاد في محاسبة هؤلاء. أبو فدك الملقب بالخال من قبل هذه الميليشيات الذي كان على رأس من اقتحموا المنطقة الخضراء وتواجدوا أمام مبنى مجلس الوزراء في المنطقة الخضراء أخذ صورة بجانب مصطفى الكاظمي، أو بالعكس يعني نغير الجملة، أخذ مصطفى الكاظمي صورة معه وهو يبتسم. ما دور إذن الحكومة وما دور القائد العام للقوات المسلحة وما دور البرلمان عندما يرون بأن هناك قوات تقتحم الجهات الحكومية والمؤسسات الحكومية وتتجاوز على رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بالشتائم والسباب و الدوس على صوره في الشوارع وغيرها وتهديدات؟ كل هذه الأمور مرت مرور الكرام لأن هذه الميليشيات أصبحت اليوم كما يقول الكثيرون أصبحت أقوى من الدولة. أين الحكومة التي تقول أو وزير الدفاع الذي يقول بأنه هذه مجموعة من الأفراد ولا يمكن أن يكونوا بقوة الدولة؟ اليوم يستعرضون بطائرات مسيرة لا يملكها العراق، كيف دخلت هذه الطائرات إليهم؟ من الذي اشتراها لهم؟ ألا ينتمون إلى وزارة الدفاع بشكل أو بآخر أو القائد العام للقوات المسلحة؟ كيف لا يملك العراق سلاح تملكه ميليشيات اليوم في العراق تتحكم وتقصف اليوم حتى قاصفة قرب أربيل؟ طيب إلى متى يستمر ضعف الدولة أمام هذه الميليشيات؟ نكرر مرة أخرى لقطات استعراض الميليشيات بالطائرات المسيرة التي قالت بأن هذه معلومات كاذبة ولا يمتلك الحشد هذه الأسلحة. خلونا نشوف. Bu
بورك السواعد بورك السواعد. القنوات الفضائية والمواقع التابعة لهذه الميليشيات وللأحزاب في العراق نشرت الاستعراض ولم تنشر هذه اللقطات. وخرج البيان كما قلنا من هيئة الحشد الشعبي ينفي امتلاك الحشد لهذه الطائرات، وها أنتم تنظرون مشاهدينا الكرام إلى امتلاك هذه الميليشيات للطائرات. وكان قبل هذه الاستعراض، قبل هذه اللقطات، كانت هناك تقارير دولية من صحف بريطانية وأمريكية تؤكد أن هذه الميليشيات على مقربة بسيطة من استخدام طائرات مسيرة لقصف القواعد الأمريكية والمنشآت التابعة للولايات المتحدة في العراق وكذلك أماكن أخرى. وبالفعل بدأت الآن الميليشيات باستخدام الطائرات المسيرة الملغومة في قصف الآن قرب القنصلية الأمريكية في أربيل، وستستخدم هذه الأسلحة طالما امتلكتها على نطاق أوسع. طيب، ما الذي تحتاجه الحكومة أكثر للسيطرة على هذه الميليشيات؟ معلومات، ولديها المعلومات، وانتهاكات، وهناك أدلة وإثباتات تؤكد وجود انتهاكات من قبل هذه الميليشيات. ما الذي تنتظره هذه السلطة إن كانت فعلا جادة بالسيطرة على السلاح كما وعد الكاظمي وكما وعد عبد المهدي والعبادي وقبله المالكي، بالسيطرة على السلاح المنفلت وبتحجيم هذه الميليشيات واحتوائها وعدم ترك المساحة لها لتفعل ما تشاء؟ أسامة من كركوك تفضل، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا. السلام. الله يسلمك، حياك الله. محمد، بالنسبة للميليشيات والحكومة، هو رئيس الوزراء من نصب، وهي نصبت الميليشيات. فكيف يقدر يلجم الميليشيات وتأييد حركتهم؟ نعم. رئيس الوزراء مجرد تسميات كان ولا أقل. نعم. وأنا حتى يقول إنه هناك قانون بالعراق، ما جاء قانون بالعراق. يجد حكم ميليشيات فقط. نعم. غير دليل إنه لحد الآن صار أكثر من 3 سنوات تنظر بالقواعد اللي تستضيف قوات امريكيه اللي هم جابوهم باتفاقيتهم. نعم. ما قدرت الحكومه تلقى القبض على شخص واحد من مطبخ صواريخ. وان قبضوا شخص واحد تجي الميليشيات عقب رئيس الوزراء يهددوا ويفرج عنه خلال ساعه شوي عاد. وولد الخيبات البسطاء المكمله السري هذا ينام 10 سنين 5 سنين ما حد بباله. هل هذه القوات قوات؟ أسألك يا سيد أسامة اليوم بالحلقة، من ضمن الأسئلة الرئيسة لدينا في موضوعنا اليوم، هل الحشد يعتبر قوة عراقية في ظل كل ما تقوم به في العراق هذه الميليشيات؟ وأخيرا الهتاف اللي سمعناه اللي تهتف لخامنئي واللي تهتف لسليماني ولم تذكر العراق مرة واحدة على الأقل. محمد، انت رجل عاقل. انا اسالك، ما لك علاقه بان عاقل وشنو اعتقادي؟ انا اسال حضرتك، انت مواطن عراقي. نعم. هل تعتقد بان هذه القوات انت تنظر اليها بانها قوات عراقيه وطنيه؟ لا، مو عراقي، يعني هاي قوات تعتبر بامر ايران. هو الرسام من الشات يقولون احنا نتامر بامر الولي الفقيه. نعم. استاذ عمر محمد. نعم، وياك. هم قاتل الميليشيات يقولون احنا نأتمر بأمر الولي الفقيه. العراق ما لنا اي حاجه تبي، مجرد هيك يعني مصر اكثر ولا اقل. بعض العراقيين يقولون في مواقع التواصل، خاصه في موقع تويتر بعد نشر هذه اللقطات مال الاستعراض، يقولون ليش ما رحتوا استعرضتوا بايران اذا انتم تقولون نعم خامنئي ونعم سليماني؟ ايش عندكم جايين تستعرضون عندنا بالعراق؟ هم مخلين العراق حديثة خلفيه لهم، ما يستعرض ايران حتى يرهبون الناس اللي يعرضون ليران. نعم. معروفة في دول العالم سيد أسامة أنه الدولة تستعرض بين فترة وأخرى بمناسبات معينة استعراض للجيش بقواته بقطعاته، لكن أول مرة نشوف بأنه الجيش يستعرض من جهة ويطلع لك الحشد هذه الميليشيات تستعرض من جهة أخرى. من هي القوة التي تحكم العراق اليوم؟ شنو هي القوة العسكرية اليوم اللي هي تعتبر القوة الأولى بالعراق اللي الناس المفروض تبوع عليها على انه هي القوى الرسميه؟ شو عندنا 100 قوه اليوم؟ اخي محمد، القوه الفعليه بالعراق هي الحشد الشعبي فقط، اما غير باقي الجيش العراقي هو اخر حلقه الجيش العراقي هو اسمه، هو اخو جيش عراقي استاذ محمد، اخو شرطه، هو الحشد الشعبي اللي يتحكم بالعراق لا اكثر ولا اقل. لعد شنو القائد العام للقوات المسلحة والحشد يتبع هذا القائد؟
أشو هذا القائد ولا مرة طلع بأمر مباشر لهذه الميليشيات، ولا مرة طلع مصطفى الكاظمي بأمر مباشر للحشد ونفذ الحشد، أصلا ماكو ما طلع بأمر. شلون يتبع هذا القائد؟ أستاذ محمد وانت توقف فش كلام. رئيس الوزراء دواسوع بن عاصم الأهلية يقدر يسجل واحد من الوزراء؟ إذا ما عنده سلطة عليهم. نعم. ما عنده أخوي. ما عنده سلطة الدولة. وأنا أشكرك على هذا البرنامج. شكرا جزيلا أسامة من كركوك، السيد أبو أمير من كربلاء، تفضل. أبو أمير من كربلاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد. حياك الله أبو أمير، أهلا وسهلا. أستاذ عزيز. نعم. الأحزاب اللي هسه موجودة تحكم العراق هي كلها تابعة لإيران. نعم. والحكم لإيران. لا تقول الكاظم ولا هاي، مجرد إعلام للعالم. نعم. زين. الله وكيلك، إيران جاي تحكم العراق. والفاتيكان مال إيطاليا هنا موجود بالكربلاء. نعم. هم اللي يحكمون بالعراق، ممنون منهم. شكرا يا أبو أمير. أبو عمر من بغداد، تفضل يا أبو عمر، حياك الله. حياك الله أستاذ. الله يسلمك يبارك بيك، تفضل. أبو عمر. سيد أبو عمر موجود؟ طيب. خلونا، أنا عاجبني بصراحة نستعرض مرة أخرى لقطات هتاف الميليشيات لمن يقول بأن هذه ميليشيات أو هذه مثل ما هم يضوجون من كلمة ميليشيات، هذه فصائل مقاومة عراقية. خلونا نسمع هذه الهتافات. والله بحثت في الانترنت لعل وعسى أكون مخطئ وأجد مقطع، حتى لا يكون أو نكون قد نشرنا مقطعا مجتزئا وضللنا الرأي العام، لكن فعلا لم أجد لقطات لهذا المقطع، وهو هذا أطول، طبعا أطول لقطة، هو مدة دقيقة للمنشور واللي موجود أصلا، وبعدها ينتهي الهتاف ويذهب كل من في طريقه. لم يذكروا العراق مرة واحدة، مرة واحدة على الأقل. كيان من بغداد، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. حبيبي تحية لك وتحية لقناتك المحترمة وتحية للكادر وتحية لكل عامل في القناة. الله يسلمك يبارك بيك، تفضل. حبيبي اسمح لي أستاذ محمد أرد على هذا الشخص أبو عمامة. تفضل. اسمح لي. طبعا أنا هذا أبو عمامة أقول له أنت هستن تصيح نعم نعم للخميني، نعم نعم للسليمان، أنت ليش ما صحت؟ نعم نعم ربي، نعم نعم يا رسول الله، نعم نعم يا عراق، نعم نعم يا أمير المؤمنين. نعم. ليش هاي ما صحت؟ هاي ما موجودات أنت. لأن تدري ليش ما صحت؟ لأن أنت عبد عد هاي الناس، أنت عبد. عبد. ويلكم من أمير المؤمنين يوم القيامة، ويلكم هناك، ويلكم، أنتم دمرتوا العراق. ما خليتوا بالعراق أي شيء حلو. نعم. وما تستحي على نفسك عمامتك سودة، يعني انت سيد وشيرتك بيضة، استحى على نفسك واقف وتصيح وتهتف على مود دراهم. بعت اخرتك بالدنيا، مع الاسف بعت اخرتك بالدنيا يا اخي. انزحها هاي العمامة، هاي عمامة رسول الله. نعم. سيد كيان، هل هذه القوات اليوم نعم. هل الحشد اليوم يعتبر قوة عراقية لما نشوفه بهذه الطريقة وولاء مطلق لإيران ويهتف لإيران وعنده استعداد يموت أفراد أو تموت هذه القوات في سبيل إيران وبقاء إيران، هل هذه قوات عراقية؟ أستاذ محمد اسمح لي رحمة على والديك. شوف تفضل. هاي إحنا عندنا دولة ببطن دولة. تمام؟ هاي نعم. الدولة اللي رئيس وزراها يسمي
هاي وهميه ما لك علاقه بها، وهميه هي ووزراها وكل شيء، هاي ما تحكم وما تحرك ساكن بالعراق وما تاخذ اي قرار، تمام؟ نعم. القرارات تمنع ان تصدر، اللي يحكم الحشد ساكن عزيز، اللي يحكم الحشد. ابو سيد كيان، ابو شيماء من بغداد يقول بانه اللي دا يصير من انتهاكات من الحشد هاي تصرفات فرديه. احنا نسال، هل حضرتك اليوم مواطن عراقي شفت بيوم الحكومه الكاظمي، عبد المهدي، حيدر العبادي حاسب منتسب واحد بالحشد على انتهاك ارتكبه في اي محافظه عراقيه؟ استاذ محمد، انا طبعا تحيه الاخوي ابو شيماء، بس اقول له ابو شيماء، اقول له هذا عذر اقبح من فعل. ليش عذر اقبح من فعل؟ هاي مو تصرفات فرديه استاذ العزيز. نعم. هاي خطه كامله وجاهزه مخططه لها امريكا وايران تدمير العراق. بالمناسبه مو اكو دول محيطه انه اكو دول بعيده عنا عبر القارات، مو من شانها العراق يوقف على رجليه ويرجع، لان العراق قوي. أو العراق عمره 11000 سنة، العراق مو ابن البارحة، مو مولود ابن البارحة. نعم. مو ابن البارحة، فهاي ماكو تصرف، لا تصرفات فردية. وين الحساب؟ وين العقاب؟ هذول مو هم يحكمون أستاذ محمد، هذول يحكمون براحتهم. أنت مؤمن يا سيد كيان أنه الحشد فيه تصرفات فردية فقط؟ نعم. انتهاكات فردية، ولا هي مؤسسة قائمة أصلاً على إرهاب المواطن، على تدمير البلد، على السيطرة على الحكم بشكل ثاني؟ أنت وصفتهم في البداية دولة داخل دولة، يعني هل فعلا ما يقومون به هي مجرد تصرفات فردية من أفراد؟ أستاذ محمد هاي ماكو شيء اسمه تصرفات فردية، لأن هم يحكمون بالعراق، الحكم لهم، ماكو شيء اسمه تصرفات فردية. تصرفات فردية هاي مو قلت لك ما أقدر أعيد لك إياها، وتحيل أبو شيماء هذا أقبح من فعل. التصرفات الفردية عندهم قادة، سلسلة قادات، ليش ما يحاسبه؟ نعم. ليش ما يحاسبه؟ ليش ما يقدم القانون؟ ليش يخلي براحته يمشي بالشارع؟ أستاذ محمد، أستاذ محمد، الناس بالشارع، أنا خلينا نقول لك شيء، اسمح لي. تفضل. الناس بالشارع تقضي بذات الله، الناس بالشارع خايفة، تعرف شنو خايفة خطية الناس؟ نعم. يعني ما يقدر يحكي، ما يقدر يسولف، خايف من اكو ناس خايف من الباكر، لا. العراق يخاف من قبل ورا ساعة، يعني هذول دمروا العراق، أنت شوف تصريحاتهم. شوف كلامهم، هم أساساً أستاذ محمد، أساساً هم لا دراسة، لا وعي، لا يعرفون يسولفون، لا يعرفون يحشون، مجرد أنه هو جابوه نصبوه قائد انتهى الموضوع، هو أنت طيب. أنت قلنا فسر لي شنو قائد؟ شنو قائد؟ فسر لي، أنا أفسر لك إياه، مين أنت أفسر لك إياه؟ وانا بالمناسبه استاذ محمد، انا اتصلت بيكم البارحه هواي ما حصلت، البارحه حيل ما حصلت. نعم. اكو شخص من امريكا، طبعا تحيه الي ابو علي. اي. ابو علي من امريكا، اول شيء انا احييه لان انا انسان مؤدب. نعم. احب ارد بادب، تحيه الي. نعم. ابو علي يقول امريكا ما له علاقه بتدمير العراق. يا ابو علي انت عايش امريكا حبيب قلبي، شلون امريكا ما لها دخل بتدمير العراق؟ هي امريكا سكرت النظام، هي امريكا سوت الفوضى، هي امريكا دمرت الدنيا كلها، هي وايران، شو ما لها دخل؟ يا ابو علي ما يصير تحكي هوان في شبك، هوان في شبك، انت عايش بيا ولايه كاليفورنيا، بيا ولايه تعال فيديو، وما تدري بالوضعيه شكو ماكو، تعال بالعراق وشوف. وطبعا انا حيي. شكرا يا سيد كيان من بغداد، أنا أشكر حضرتك، شكرا جزيلا للمشاركة. عندنا السيد أبو ذو الفقار من نينوى. أبو ذو الفقار، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي إلى قناتكم البار وإلى أهل قناة الرافدين والقائمين عليها وكل المشاهدين. الله يسلمك، حياك الله أخي العزيز. نعم حبيبي، هذا ما يستعير. نعم الخامنئي، نعم السليماني، خلي يخجل على شبته، خلي يخجل على نفسه. نعم. هذا يعني هم هذول دمروا العراق ودمروا شعب العراق بالاعتقالات والجوع والترهيب وكل من وكل هذه الميليشيات، استعراض طائرات مسيرة، جنيف خيار رئيس الوزراء إذا عنده طائرات مسيرة يستخدمها ضد الشعب العراقي. نعم. يستخدمها ضد من؟ ما يستخدمها. تركيا محتلة عدن وحدة نقطة
داخل العراق. نعم. هي 17 جندي ما يقدر يطلعونهم. إسرائيل إيران محتل احتلال كامل، وهذه الاستعراض البديالة ترى وراها الحرس الإيراني، الحرس الدولي الإيراني. هل تعتقد أن هذه القوات، هذه الميليشيات هي عراقية؟ هي تقول أنها هي عراقية، لكن هل هي فعلا عراقية بتصرفاتها؟ والله بهذه التصرفات مو تصرف عراقي، لأن قوات عسكرية وقوات شرطة واقفة وياهم صيحنا نعم نعم الخامنئي. نعم. أي تصرف هذا يا أخي؟ العراقي عنده تصرف شريف، تصرف رجال، مو تصرف بس عمايم. نعم. كان في الجاهلية أيضا كان معممين، وهذول هم معممين الجاهلية. نعم. أنا أشكرك يا أبو ذي الفقار من هنا، وشكرا جزيلا لحضرتك للمشاركة. وكالة رويترز قالت أن الاستعراض العسكري لميليشيات الحشد يؤكد هيمنة الفصائل العسكرية، حيث شوهد الكاظمي وهو محاط بزعماء الميليشيات بينما تمر مئات المركبات المدرعة والدبابات وقاذفات الصواريخ من أمامه. أشارت الوكالة أن من بين الميليشيات المشاركة من هو متهم بقتل متظاهرين في ثورة تشرين، الذي لطالما طالبوا بإزاحة أو الذين لطالما طالبوا بإزاحة النخبة الحاكمة في العراق. وأشارت وكالة رويترز إلى تزايد نفوذ الميليشيات عسكريا وسياسيا في العراق. أضافت الوكالة أيضا أن الاستعراض شهد مشاركة طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز سايا تم استيرادها ضمن موازنة تسليح الحشد، وهي مشابهة لطائرات صماد المستخدمة في اليمن من قبل ميليشيا الحوثي، فضلا عن عرض دبابات روسية الصنع محدثة إيرانيا ومركبات عسكرية إيرانية. هذا حديث وكالة رويترز تؤكد أن الميليشيات اليوم في العراق يتعاظم نفوذها وقوتها وأصبحت أقوى من الدولة. صحيفة عرب ويكلي قالت إن الحكومة في العراق ضعيفة في مواجهة الميليشيات والأحزاب التي من المتوقع أن ترسخ قوتها في الانتخابات المقبلة. ونقلت الصحيفة عن ناشطين عراقيين أن الحكومة غير قادرة على حماية المواطنين حيث يتعرضون للاغتيال والتهديد، وأن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي فشل في تحقيق وعوده بمحاسبة قتلة المتظاهرين في ظل سطوة الميليشيات في العراق. وأكدت الصحيفة أيضا أن عمليات قتل الناشطين والمتظاهرين وملاحقتهم أظهرت إفلات الميليشيات المسلحة من العقاب. لدينا بعض الرسائل خلينا نقرأها سريعا مشاهدينا الكرام. أول رسالة من أم عمار تقول: السلام عليكم، أنا المواطنة أم عمار، انفقد ابني عام 2007 ولغاية اليوم، أخبروني أنه هو شهيد والآن رأيته على شاشتكم الموقرة في سجن الناصرية، وما عندي أحد غير بس الله، أتمنى إذا أحد يعرف عنه شيء يبرد قلبي. اسمه عمار علي إبراهيم الجبوري. نتمنى يا أم عمار يكون ابنك بخير. لدينا رسالة يقول أحد المشاركين: السلام عليكم، دزيت لكم فيديو على رقم أنت ترى، انشروا بالقناة وخلي العالم تشوف معاناة أهالي السجناء. شكرا جزيلا إن شاء الله. لدينا رسالة من أحد المشاركين يقول: السلام عليكم بعد التحية، العراق منتهي فيلمه بفضل شيعة إيران العراقيين القبيحين. يقول يستحيل استمرار التعايش، والعراق يستحيل استمرار التعايش بين شعبه مستقبلا. هذه نقطة نختلف فيها، هناك تعايش مجتمعي، لكن هناك مثل ما تفضلت حضرتك من هم أتباع إيران من الطرفين من الطائفتين، لا فرق، أتباع إيران هم الذين شوهوا صورة الطوائف في العراق والأديان، ويحاولون إثارة البلبلة والفوضى والطائفية والفتن. يقول إنهم يفرحون باعتقال وقتل الشباب، ولم نسمع منهم يوما أن هناك من اعتقل ظلما أو أن السنة اعتقلوا ظلما أحد، ولحد الآن يعيدون نفس الاسطوانة. طيب، بعيدا عن موضوع السنة والشيعة المذكورة بهذه الرسالة، لكن نقول بأنه الشعب العراقي واحد، وأثبت ذلك في كثير من المناسبات، إن كان في ثورة تشرين التي لم يستطع أحد أن يميز فيها من هو السني ومن هو الشيعي، إن كان في المواقف الكثيرة التي أثبت العراقيون بها أنهم شعب واحد، لكن تبقى هذه الأحزاب وهذه الشخصيات الموجودة والميليشيات تحاول تفرقة هذا المجتمع، تحاول إثارة الفوضى والبلبلة والطائفية بين صفوف هذا المجتمع لإضعافه
وبالتالي يقونهم على حساب ضعف المجتمع وتفككه ويسيطرون، وهي قاعدة معروفة عالميا طبعا. حسام يقول واضحة والدليل على أن الكاظمي عبد لإيران وأمريكا، بس لو كان عندنا رئيس وطني ومحترم كان تقدر الميليشيات تدوس على صورته وتسبه بالعلن؟ يتساءل. طيب، وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.